جدي اتحاد خميسات للتدريب، كيفاش كتمر مباشره من الملعب ديال التدريب ديال فريق اتحاد خميسات مع صديقنا دائما جمال اوجتو. جمال اهلا بك. اهلا بك ايوب، وتحيه لكل المستمعين الاوفياء. طبعا ايوب كما ذكرتي يعني تاريخ ديال الفريق اتحاد الزموري خميسات مع المدرب موتا مع مجموعه ديال اللاعبين كذلك اللي تالقوا في البطوله الوطنيه. فريق ديال اتحاد الزموري خميسات ايوب كيدخل المراحل الاخيره استعدادا للدوره 16 من البطوله الاحترافيه في القسم الوطني الثاني. ايوب يلاه تسالت الحصه التدريبيه قبل لحظات، يعني ما حكملاش واحد 4 ساعات باش تسالت الحصه التدريبيه ديال اليوم اللي الفوز يعني لطفي جبارة يعني حاول ما امكن على انه يوقف على كل المكامن ديال الخلل خلال هذا التوقف ديال البطوله في القسم الوطني الاحترافي، القسم الوطني الاول وكذلك في القسم الوطني الثاني. اكيد ايوب حتى المستمع الكريم يبغي يعرف اكثر الاستعدادات ديال فريق اتحاد الزموري خميسات وكذلك الانتدابات ديال الفريق. غادي نبدا من انتدابات عدد، نعطيك تفاصيل اخرى اللي كتهم المسار ديال فريق اتحاد خميسات خلال هاد المحطه ديال التدريب. يعني الانتدابات ديال الفريق كما هو معلوم يعني حتى لقاء الفريق كما اذكر يعني حتى المسؤول ديال فريق اتحاد خميسات الدكتور اسلام القاضي في برنامج بطوله كلوب خلال الخميس الماضي قال انه الانتدابات ما غاديش تفوق واحد 3 حتى 4 ديال العناصر. فبالفعل 4 ديال العناصر هي اللي كتوقع صفوف اتحاد الزموري خميسات. الامر كيتعلق بحافظ وزيد اللاعب السابق ديال مجموعه من الانديه حسين تاكادير اتحادية ملول اولمبيك اسفي. حافظ وزيد كيلتحق بفريق اتحاد الزموري خميسات. ثم كذلك تعاقدات اللي وقع لها الفريق في اخر لحظه من لحظات ديال نهايه الميركاتو الشتوي، جوج ديال العناصر من فريق الطاس من انديه ديال الهوات، وهذا كذلك اللي ركز في اطار يعني كان حوار بسيط الامس على الهامش ديال كذلك ديال الماتش اللي كان ديال فريق اتحاد الزموري خميسات، ماتش يعني خسر خلال الحصه الاعداديه ماشي حتى ماتش، انه فريق لطفي جبارة حاول ما امكن يهول على اللاعبين الرسميين اللي غادي يلعب بهم في المباراه القادمه ان شاء الله، وبالتالي قال لانه الرهان ديال الفريق هو تعاقد مع لاعبين يجيو من الاقسام ديال 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 ديال, ديال السفلى. يعني ملي كنقول السفلى كنقولوا اقسام ديال الهوات اللي فيها تقريبا مجموعه من اللاعبين في المنطقه. واش التركيز على انديه الهوات اللي في المنطقه ولا في المغرب اون جينيرال؟ لا في المغرب اون جينيرال. ملي كنقولوا يعني الهوات اون جينيرال راه كنقولوا كمال الصالحي اللي هو الهداف ديال الفريق خلال الموسم الماضي والموسم وهذا الموسم جا من الوفاء الفاسي الموسم الماضي، يمكن لينا نعتبروها صفقه ناجحه. بغض النظر عن انتدابات اللي كيدير الفريق، كتعرف كل سنه كتكون ديك 20 22 انتداب، يلا واحد جوج هما اللي كينجحوا. هذا الموسم كذلك خلال هذا الميركاتو الشتوي جوج انتدابات اللي يمكن مازال ما نقدروش نقولوا واش هما غادي ينجحوا، اللي هما فريق الطاس. الامر كيتعلق بسماعيل الحافي وكذلك مروان الفلاح، هادو جوج ديال العناصر اللي وقعوا مع الفريق ديال اتحاد الزموري خميسات. ثم كذلك كاين لاعب اللي هو احمد عمروش اللي جاء على سبيل العراء حتى النهايه ديال الموسم من فريق يوسفية برشيد. اذن ايوب كما قلت لك 4 ديال الاسماء، وكيبان على انه اللاعبين ديال الطاس مازال صغار السن، يمكن حتى المده اللي دار معهم الفريق هي 2.5 سنين، كتبان على انه يمكن هادو هما ما يسمى في لي ريكريتمون، هادو هما الحوايج اللي يمكن يوقف عليها اي فريق في البطوله المغربيه كيف ما بغى يكون. ملي كتعطي الفرصه مثل هاد اللاعبين اكيد على انه كتكون هناك رؤيه وكتكون هناك استراتيجيه يمكن اللي كتكون واضحه واللي كيتبناها الجميع، خاصه انه ملي كنشوفوا ايوب الفريق ملي كيدير انتداب اي فريق سواء اتحاد الزموري خميسات سواء مجموعه من الانديه ملي كدير 14 15 20 انتداب في السنه وكيمشيو لك نهايه الموسم كيمشيو كتعاود انتداب، فاكيد على انه ما كيكونش الاستقرار، وهذا هو اللي نتمناه على انه استراتيجيه جديده هذه كتبان نورمالمون خصها دار في اتحاد خميسات. لا بالفعل، لان راه هذا هو اللي كاين ايوب، لان ملي كنهضروا على اتحاد الزموري خمسه تنهضروا على مدرسه اللي عطات الشيحاني، عطات باده محمدي نافع باخوش توفيق مرابط فاتحي فاهيب العمري عزيز القراوي عموته، يعني اسماء كثيره اللي خلال هذا من التسعينات لهنا يعني كانت اتات الفضاءات ديال مجموعه من الانديه في البطوله المغربيه. حتى شي واحد يعني ما كيحيد هذا الشيء، ولكن تراجع ديال كما كنقولوا ديك المدرسه الولاده، هذا ماشي غير في الخميسات ايوب، كتعرف حتى على مستوى لي سباس اللي ما بقاوش، لان كنعرفوا ايوب زعما اليوم يعني هذيك رساله، لان في الخميسات مثلا في اي دار بيضاء في الرباط في الخميسات كنا كنعرفوا لارمود، وملي كنسمعوا لارمود كتدار شي واحد تورلوا،
التورنوا بانوا فيها مجموعه من اللاعبين من بينها الحسين عموده، عز القراوي، خيزبا، خوشيني، هذو هما المساحات اللي عطاونا لاعبين اللي ما خرجوش، يعني كما كنقولوا ما خرجوش من المدرسه في ذاك التدرج، ولكن ملي كيكون هذيك المساحات الانسان يمكن ليه يفجر الطاقات ديالو. وللاسف للاسف انه الاسمنت المسلح قضى على هذه المساحات اللي خلى على انه حتى جمال وصلنا لواحد المرحله في البطوله ما بقيناش كنعرفوا، الصحفيين اغلبيتهم تيعرفوا مين الراي العام، ما بقاش يعرف اللاعب ولد اين مدرسه، وانت كتبقى تسول اين مدرسه، لدرجه ان اللاعبين ولاو كيديروا ديتور على الانديه الوطنيه، ما كتبقاش عقل اصلا مع من لعب في البديه وشكون الفريق اللي يكونوا. لا لا بصح ايوب، لانه والله لا بصح، لان هذه شي خمس ايام تقريبا يعني في واحد المناقشه بسيطه مع مجموعه من الاطر الوطنيه كحمادي حميدوش كحسن مومن هضرنا على انه الهويه، يعني ديك الهويه ديال اللاعب ما بقاتش كما قلتي، لان شحال هذه كتسمعوا على انه لاعب مرتبط بنادي، مثلا ملي كنقولوا شباب محمديه راه حتى واحد ما كيحيي ديك فرس ابن شباب محمديه، ملي كنقولوا اتحاد الزمور الخميسات راه كنقولوا عموته، ملي كنقولوا مثلا عموته وغيري واحد المجموعه ديال الاسماء، ملي كنقولوا الوداد كنقولوا اسماء الرنانه اللي كانت في الوداد والرجاء والى غيره. فاليوم كتسمع لاعبين ايوب اللي لعبوا في سبعه ديال النوادي ثمانيه ديال النوادي، فاكيد على انه كما قلت لك هذيك الهويه ما بقاتش عند اللاعب اللي مرتبط بنادي معين، وربما الاسباب اللي هي كانت معروفه نقدروا نلخصوها كذلك ايوب حتى في تراجع يمكن المستوى والمنتوج ديال كره القدم الوطنيه في ظل هذا التوافد اللي كيكون ديال اللاعب من هذه المنطقه لهذا المنطقه. جمال نعم ايوب، حيت بقى لنا فقط ثلاثه ديال الدقائق تكلمنا بما فيه الكفايه على التكوين. بإجاز بإجاز باش نرجع لك، لانه حتى ايوب باش شويه الراي العام يعرف. لا بالعكس، هذا نقاش محله، نقاش مهم، والافكار كاملك واضحه اللي قلتي كامله اللي كتنطبق لا على اتحاد خميسات لا على جميع الانديه الوطنيه. غير بغيت نسولك على الامور الماليه، دابا الامور الماليه الناس بعد تيقول ان بي كتكون امور ماليه شويه ماشي ستابل، انك كتحاول انك تجيب لاعبين من المدرسه، فين واصل الامور الماليه في اتحاد الخميسات؟ سمعنا دابا في يوميات اغلب النوادي دازوا معنا كيقول لك خصهم دي سالير دي ترونش، واش هادشي واقع في الخميسات ولا لا؟ ايوب انا نجاوبك بكل صدق، لانه هذا المشكل تعرف ديال المشكل المالي كيف ما بغى يكون النوع ديالو، حتى في المكاتب المسيره ما كتبغيش تكشف لك النوايا الحقيقيه ديالها، يمكن لا تقدر مني ما كيكونش الدعم كتشتكي كيقول لك الدعم ما توصلتش به من الدعم، ولكن اللحظه كيكون الدعم ملي كتجي للواقع كتلقى مثلا لاعبين كيشتكي وما توصلوش بمناح ما توصلوش بهذا، ولكن ملي كيخرج لك مسؤول تيقول لك انا عطيت، فاكيد على انك الرد ديالك تيبقى في اطار انه البحث عن المعلومه صحيح، ولكن ملي كيخرج مسؤول تيقول لك لا. مثلا نعطيك نموذج، لاعبين الاطر ديال الفئات الصغرى تاع الزمور الخميسات قالوا على انه ما تخلصناش بشهور، دار واحد احتجاج حضاري، جا في البطوله كلوب، جا فاش داز السي بسلام بالقاضي، يعني قال انه ثلاث شهور، يعني هنا ما يمكنش تحيدوا على ان حيت الاخرين ما ردوش، يعني هنا كيبقى اشكال ما بين يعني الحق في المعلومه وما بين كذلك الطريقه ديال الرد ديال المسؤول، فاكيد على انه ملي كينفي يعني يرفع القلم على مجموعه ديال الحوايج، ولكن هذا هو اللي كيسميوها كما كتسميوها ايوب يعني الرواج ديال المعلومه، فاكيد مهم هذا الشيء، لان هذا هو اللي كيخلي اصل ديال حتى ديال التقويم وديال ديال ديالك ديال ذاك الهويجاج اللي كيكون. نرجع لنقطه اخرى، لان بطوله كلوب من بعد كاين واحد يعني نقاش بسيط ما بين المدرب وبريباراتور فيزيك، ربما اللي كانت اتهامات على انه ربما المدرب اتهم يعني البريباراتور فيزيك ديالو لانه ما كانش جدي في العمل ديالو، كان واحد التوتر حاد اللي شارط ليه يعني حتى بعد الجرائد الوطنيه مشكور الزميل المدير المرابط في اخبار ولي ردوا عليه يعني واحد مجموعه ديال الحوايج، لانه اكيد هذا الشيء اللي قلت لك ملي كيكون الترويج ديال المعلومه وكيكون المتابعه وكيكون فيها كل ما هو مرتبط بالاخبار ديال النادي وما كتكون اخبار متفرقه، فاكيد على انه كيكون هناك خبر يمكن صدقوا 100% 100%. باش نختم معك مازال ان شاء الله غادي نرجعوا لهذا الحديث، نختم معك فقط غادي ناخذ سي احمد عمروش اللي انتدبوا فريق اتحاد الزمور الخميسات ومشكور على التواصل ديالو، لانه هنا قدمت له نفسي قال الا بغيتي ندوز معك ما كاين حتى شي مشكل. سي احمد عمروش اللي جا من يوسف برشيد، مرحبا بك على راديو مارس، اكيد وقعتي العقد ديالك اتحاد الخميسات، شنو هي الاهداف ديالك مع الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالاهداف جيت باش نعطي اضافه للفريق ونستافد حتى انا حقاش مازال العمر ديالي صغير، وناخذ مباريات كثار، وهذا الفريق اللي هو فريق كبير، وكنتمنى ان شاء الله نقدم الاضافه ونكون عند حسن ظن المسؤولين ان شاء الله باذن الله. شكرا سي احمد عمروش، اللاعب المدافع اللي وقف في فريق اتحاد الخميسات ايوب، يمكن باش ما نطولش عليه اكثر، كنشكرو كذلك الضيف ديالنا سي احمد عمروش.